يا اهلا وسهلا، ايه الاخبار؟ النهارده معايا الزان فون 2 ليزر، معلش كان الموبايل مش عارف. انا متحمس جدا اشوف الموبايل ده. ليه بعمل انبوكسنج؟ عشان في حاجه معينه انا عايز اشوفها جوه الموبايل ده، اذا كانت هتبقى انكلود جوه البوكس ولا لا. فمن غير اي كلام تاني ناخد تور سريعه حوالين البوكس، كان نفتحه على طول. كاميرا بلوتوث 4.0، شاشه اتش دي، نقول عليها واي فاي مثلا، 4G LTE، 4G LTE في موبايل 1600 جنيه. مش عارف الصراحة معناها ايه. من فوق ايسوس، من الجنب كلام كتير ملناش دعوة، من تحت مفيش حاجة، ومن فوق طبعا زان فون 2 ليزر و اي اف ديزاين اوورد 2015. اخيرا حاجة اول مرة انا هلأ هفتح. نفس اللون اللي كان معايا في الزنفون سيلفي، وبرضو لو انتوا بتسألوا ده الزنفون سيلفي بصور بيه حاليا، لو بصص دلوقتي ايوه هو ده هو ده. ده زنفون سيلفي بالكاميرا الخلفية والليزر فوكس عمال يفلاش امامي، عمال يفلاش فلاش امامي. اوكي نركن الموبايل على جنب ثانية ونشوف الحاجة اللي انا كنت مستني اشوفها هي بتيجي انكلودد ولا لا. عشان اقطع السسبنس، الحاجة دي هي سماعات. لو في سماعات انكلودد بجد هكون متحمس له جدا، يعني موبايل ب 1600 جنيه في سماعات، دي اول مرة اسمع عنها في موبايل. ف في سماعات. نكمل بس الاول الضمان، دليل المستخدم، يوزر جايد، شكرا. سماعات، انا جربت السماعات دي في الزنفون سيلفي، هي مش احسن سماعات طبعا، بس كفايه ان يكون في سماعات في موبايل ب 1600 جنيه، يعني كفايه يعني حلو جدا اللي هو يكون في سماعات في موبايل ب 1600 جنيه. مش احسن كواليتي بس مش معترض. في ريبليسمنت تيبس، تكبير وتصغير دول لحجم الودان، سلك اليو اس بي، والادابتر، ادابتر الاوتبوت بتاعه 5.2 فولت 1 امبير. 1 امبير تقريبا ده هيبقى ضعيف شويه. انا فاتت في الفيديو اللي فات طلعت معلومه غلط، فمش عايز افتي لغايه للفول ريفيو، فترقبوا الفول ريفيو ان شاء الله في خلال الاسبوع ده هيكون نزلت. اوكي وشويه ستيكرز زياده، مفيش حاجه تانية جوه البوكس. الموبايل جولدن، بس هو دايما بيبان اللي هو لون تاني، بيبان اللي هو سيلفر عادة، مش عارف ليه بس هو جولدن. الفوليوم باتنز من ورا، الفلاش، كاميرا خلفية، ليزر فوكس، عشان كده سموه ليزر. زنفون نفس شكل بالظبط الزنفون سيلفي. لو مشفتش الريفيو، الريفيو هتبقى في الرابط ده او في الاي اللي فوق على اليمين دي، فوق على يمينكم فوق على الشمال. كاميرا امامية المفروض اللي هي 5 ميجا بيكسلز. كل الحاجات دي هتتأكد في الريفيو. نفس مكان الباور باتن العقيم، مفيش فايدة. اوكي ده كان الانبوكسنج للزنفون ليزر، ترقبوا الفور ريفيو قريب جدا، و شكرا شفت الفيديو كالعادة، دوس لايك لو عجبك، سبسكرايب لو اول مرة تشوفني. في العادي الكونتنت بيكون انضف كده شوية، بس ده عشان ده انبوكسنج، ف يعني حاجة بسيطة يعني. اشوفكم الفيديو اللي جاي.